منذ تأسيس الجمهورية يهيمن الحزبان الديمقراطي والجمهوري على المشهد الانتخابي الأمريكي. حتى الآن لم يتمكن أي حزب آخر من فرض نفسه بجدية وطرح نفسه كبديل. على مر السنين حاول أشخاص الترشح كمستقلين لكن ليس كحزب، إلى أن قرر سياسيون سابقون من كلا الحزبين طرح مشروع انتخابي جديد أسموه No Labels، أي دون اسم، وهو ليس حزباً بل منظمة تحمل شعار لا يسار ولا يمين إلى الأمام. المجموعة تطرح نفسها كبديل لبايدن الذي تصفه بالعجوز ولترامب الذي تصفه بالفوضوي، وقررت أنها ستقدم للأمريكيين مرشحاً توافقياً في بداية إبريل، وهذا ما يخشاه الديمقراطيون لأنه قد يقسم قاعدتهم ويقلل من حظوظ بايدن بالفوز. الأسماء اللامعة في المنظمة هم السناتور السابق جو ليبرمان والسناتور الحالي جو مانشن.